السلام عليكم. بخصوص الاحداث ديال المحبس السبت الماضي ملي كانوا المغاربه كيحتفلوا في المنطقه الحدوديه المحبس، القريه الحدوديه المحبس المغربيه المحاديه للحدود الجزائريه، المرتزقه ديال البوليزاريو داروا محاوله استفزازيه لحشي قنابل او صواريخ بدائيه بالقرب من هذا الاحتفال. هذا طبعا لم يسفر عن اي ضحايا، ولكن الدرون المغربي طارد هاد المرتزقه ديال البوليزاريو. اللي خصنا نعرفوه جغرافيا على هذه المنطقه ديال المحبس هي انها عقده للجزائر، وان تقوليبه كبيره ديال الجزائر حسب الخبراء في هذا الميدان هذا. علاش؟ لان المحبس كتبعد عده كيلومترات، 15 كيلومتر فقط، على الحدود، النقطه ما يسمى بالنقطه 75، الحدود الجزائريه الموريتانيه، فين كاين الحدود ديال موريتانيا مع الحدود ديال الجزائر مع الحدود ديال المغرب. وفي هذه البلاصه بالضبط فاش كان كيتبنى الجدار الرملي في سنه 1985، المغرب كان ذكي بزاف والجزائر ما فطناتش ديك الساعه. هو ان في هذه النقطه هذه قرب الجدار الامني لعده كيلومترات مع الحدود الجزائريه الموريتانيه، ولات هذيك البلاصه مكشوفه، يعني المدخل الوحيد اليوم للجزائر الى التوغل في جهه القرقارات هو هذه الكيلومترات اللي كاينه بين موريتانيا والمغرب، وكتم المراقبه ديالها من طرف الموريتانيين والمغاربه، واللي هي منطقه حدوديه في عده كيلومترات. اي واحد كيتوغل في هذيك البلاصه الدراون المغربي كيطاردو. في الماضي كانت القرقارات وكانت المنطقه العازله كلها يعني مكشوفه، من بعد ما طردناهم من القرقارات بقات عندهم هذه النقطه هذه. الا حليتو جوجل وشفتو البعد ديال الجدار الرملي عن النقطه الحدوديه الموريتانيه الجزائريه غادي تفهموا الاهميه الاستراتيجيه ديال المحبس. هنا كتولي الحرب والاستفزازات بين المغرب والجزائر، لانها مباشره بين الاراضي المغربيه والاراضي الجزائريه. هنا الجزائر واش عندها مقومات السياده باش تعلن حرب على الدوله المغربيه من الاراضي ديالها؟ هنا غادي نوليو في سيناريو اخر امام المجتمع الدولي. الجزائر في الحقيقه رغم هذا العنطريات ديالها والاستعراض والكلام الكبير في القنوات الى اخره، فاش كتجي الخطاب الدبلوماسي الموجه سواء لبعثة الامم المتحده او للامين العام المتحده او للجهات الغربيه او لروسيا كذلك، فهي كتقول انا راه على البوليزاريو، البوليزاريو عنده قضيه تصفيه استعمار كذا كذا الى اخره، ولكن ما عمرها كتقول هذيك الارض الحدود الى اخره، لان عارفه انها ما تقدرش انها تجاوز القانون الدولي، وغادي تولي القضيه ضدها، لان غادي تولي حرب جزائريه مغربيه، وغادي تولي هنايا الخطه والحرب ماشي على الصحراء المغربيه، على الصحراء الشرقيه، وعلى غادي نعاودوا التعزيله من الاول. وهنا السياق الدولي ماشي في صالح الجزائر، ماشي في صالح الجزائر، لان الحرب الى مشات الجزائر تعلناتها، وكنظن ان الجزائر اليوم حسب المختصين متهوره وصلت لواحد الدرجه من السعار، واحد الدرجه من الانهزاميه، وعندها جميع المقومات ديال انها قنطات من هذا الوضع هذا، وبغات يعني تمشي لما هو أسوأ. وهذا دليل على الانفعال ديالها من النجاحات اللي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي. اذا ولات محاصره، اما تخرج لها طايطاي تقول بيني وبين المغرب حساب غادي نفكوه يعني من خلال الحدود المغربيه الجزائريه، او لا انها تراجع ودير تسويه، وهذا هو الاقرب للصواب حسب كل المتتبعين، حسب حتى الخبراء يعني الروس والغربيين والجميع يجمع على هذا الامر. وفاش تنجيو غير المحيط العربي، جميع الدول العربيه مع المغرب الا قيس سعيد، يعني البعض ديال الدول الافريقيه اللي كتستخدمهم الجزائر يعني في صفها، اما الدول العربيه ككل كلها مع المغرب. وبالتالي هذا المحبس هو نقطه استراتيجيه بالنسبه للمغرب، والمغرب يراهن عليه، والابناء ديال المغرب اللي هما كيامنوا بالقضيه ديالهم وعندهم عقيده اللي هي الوفاء للوطن والملك اللي هما الجيش ديالنا، هما اللي كيحميو وهما اللي كيستحقوا منا يعني اننا ندعمهم بالغالي والنفيس، لان ابناء المغرب من الجنوب ومن الشمال ومن جميع مناطق المغرب هما اللي في هذا الجدار الرملي، هما اللي كيحميو
الوطن وهما السند الأساسي لهذا الوطن، عندهم عقيدة وطنية قوية اللي خلتهم لهذه السنوات كاملة أنهم يواجهوا الجحيم ديال الطقس أولا في هذه المنطقة هذه، وكذلك الغارات ديال الأعداء.